السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد المتوم من قناتنا. درسنا اليوم هو الجمل الإنجليزية الشائعة. طبعا الجمل الإنجليزية الشائعة هو حوالي ممكن يجي 3000 4000 جملة. احنا اختصرنا من معظمهم وجبنا لكم حوالي 10 جمل مع معناه باللغة العربية. ايش هم هذه الجمل؟ راح ندخل في الشرح. Well, it has been a nice talking to you. Well, it has been a nice talking to you. Nice talking to you. من غير الايه. سرت بالحديث معك. طبعا هذا الجزء الاول، ان شاء الله راح نقدم جزء ثاني وثالث ورابع عن الجمل الانجليزيه الاكثر شيوعا باللغه، الجمل الاكثر شيوعا باللغه الانجليزيه. It has been a real pleasure indeed. It has been a real pleasure indeed. سرت حقا بالحديث معك. I enjoyed our conversation. I enjoyed our conversation. لقد كان الحديث ممتعا. Anyway, I won't keep you any longer. Anyway, I won't keep you any longer. على أي حالة لا أريد الإطالة عليك. Can I call you back? Can I call you back? ممكن أتصل بك لاحقا. I really must go now. يتوجب علي أن أذهب الآن. Let's get together soon. دعنا نجتمع سويا قريبا. Here is my office telephone number. تفضل رقم تليفون مكتبي. I'm afraid it's time for me to go now. I'm afraid it's time for me to go now. إلى مرة ثالثة. I'm afraid it's time for me to go now. آسف، حان الوقت لكي يذهب. I'm afraid I have a meeting. آسف، عندي اجتماع. بس هذه هي الجمل معانا في الحلقة هذه، إن شاء الله راح نقدم عدة أجزاء تشرح الجمل الإنجليزية الشائعة، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. أتمنى يكون الفيديو فاتكم، نال إعجابكم. أتمنى إذا عجبك الفيديو تسوي لايك، سبسكرايب، اشتراك في القناة، شير للفيديو، وإلى فيديو قادم إن شاء الله.